فلسطين أرض المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، والذي لا تشد الرحال إلا إليه وإليهما. فلسطين إلى مسجدها سرى نبينا، وعلى ترابها صلى إماما بالأنبياء، ومنها عرج إلى السماء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلسطين ضمت تربتها أجساد الأنبياء، ففيها دفن سيدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وداود وسليمان وزكريا ويحيى وموسى عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. فلسطين الأرض التي دخلها عدد غفير من الصحابة، عاشوا فيها ومات عدد منهم فيها، منهم سيدنا عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه، أول من ولي قضاء فلسطين، سكن بيت المقدس ودفن فيه. منهم سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، كان قائد جيش الفتح لفلسطين وسائر الشام. منهم سيدنا بلال ابن رباح رضي الله تعالى عنه، شهد فتح بيت المقدس وأذن في المسجد الأقصى. منهم سيدنا تميم الداري، كان أميرا على بيت المقدس. منهم معاذ بن جبل وعياض بن غنم وخالد بن الوليد وأبو هريرة ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن عمر بن الخطاب وشداد بن أوس وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وغيرهم كثير. فلسطين أرض رباط المجاهدين الصادقين إلى يوم القيامة. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء، حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله، أين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس حوله. فلسطين أرض المحشر والمنشر. فعن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس، فقال: أرض المحشر والمنشر. فلسطين البلد الذي دخلها وتسلم مفاتيح بيت المقدس فيها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في سنة 15 للهجرة. قال يومها: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما نريد العزة بغيره يذلنا الله. فلسطين على أرضها دارت مواقع إسلامية خالدة كأجنادين وبيسان وحطين وعين جالوت.